أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. إريتريا تشارك في ملتقى تنمية المرأة بنيويورك، جهود لحل مشكلة مياه العاصمة أسمرة، تطور التعليم في وسط دنكاليا، سقوط قتيل وعدة إصابات من قوات حفظ السلام بإفريقيا الوسطى، بوتين يزور تركيا لبحث النزاع السوري وإطلاق بناء مفاعل نووي، والصين تؤكد استعدادها للرد على أي رسوم جمركية أمريكية جديدة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شاركت ممثلات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الاجتماع 62 للجنة وضع المرأة الذي انعقد من 12 وحتى 23 من مارس في مدينة نيويورك الأمريكية، وقدمنا توضيحا حول أوضاع تطور المرأة الإريترية. وقدمت مسؤولة الإدارة والمالية في الاتحاد الوطني للمرأة سيدة زايد مسفن توضيحا في الاجتماع المنعقد تحت شعار تحديات وفرص المرأة لتقوية الأم والأخت في الريف. قدمت توضيحا حول خلفية المرأة الإريترية ومساهماتها الكبيرة في اقتصاد البلاد. وبحث الاجتماع الذي شاركت فيه ممثلات من أكثر من 163 دولة أجندة ومواضيع تهم المرأة بهدف تقوية المرأة وضمان مساواتها في مختلف أنحاء العالم. وقد وقعت إريتريا على اتفاقين للمساواة الجنسية في المؤتمر الرابع الذي انعقد في بكين عام 1995، وظلت تقدم باستمرار تقارير عن التأبئة الجارية لتطوير المرأة في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد ومكافحة العادات الضارة وغيرها. أعلن قسم المياه في الإقليم الأوسط بأن جهودا حثيثة تبذل بتعاون إدارة الإقليم الأوسط والجهات الوطنية الأخرى المختصة لحل مشكلة مياه مدينة أسمرة على مراحل. وأوضح مسؤول المياه النقية في قسم المياه بالإقليم الأوسط المهندس كدانيك فلماريام لوكالة إيرينا أن العمل الجاري بمشاركة شعبية كبيرة يشمل بناء خزانات للمياه في الأماكن المرتفعة وشق القنوات ومد الأنابيب وبناء مواقع التوزيع ومحطات التوزيع في بعض الأماكن. وقال لقد تم حتى الآن بناء 21 خزان للمياه كبيرة السعة تسع الواحدة منها 6800 برميل في مناطق جرحي وأربعة أسمرة وحزحز وإند قرقوس وقحوتة وفرتو وعدقين، والانتهاب من بعض عمليات تركيب الأنابيب الكبيرة ومراكز التوزيع وسير العمل في بعضها. وأشار إلى تجربة ناجحة لخطوط المياه الموصولة إلى ضواحي مديريتي أبا شاول وأربعة أسمرة، ويجري العمل المنسق للانتهاء الكامل من المشروع خلال الشهرين القادمين. وأشاد مسؤول مشروع بناء الخزانات السيد سمر السرقي بتفاني الشباب العاملين في المشروع والتشجيع المقدم لهم من المواطنين، مؤكدا تنفيذ عمل فاعل أثبت القدرة أو يثبت قدرة العمل للشباب. وذكر مدراء المديريات أن المهام المنفذة حتى الآن تستبشر لحل جذري لمشكلة المياه قريبا، داعين المواطنين للاستفادة الجيدة من المشاريع المشيدة. وأكد الشباب العاملون في بناء مشروع المياه أنهم يعملون باهتمام كبير لإنجازه حسب الجدول الزمني الموضوع لرخاء الشعب. وأكد السكان الذين تمكنوا من الحصول على المياه النقية داخل منازلهم على الاستعداد للإيفاء بكل المتطلبات لإكمال العمل الذي يأتي بالحل الجذري. أوضح مسؤول الخدمات التعليمية في مديرية وسط دنكاليا بإقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ عبد القادر ريدو أن المدارس التي شيدت في سنوات الاستقلال أسهمت لرفع المشاركة في التعليم خاصة للطالبات، وقال إن الحكومة شيدت المدارس وصولا إلى المناطق النائية لحصول المواطنين على فرص التعليم، والذي ساعد أولياء الأمور إرسال أبنائهم في العمر الإلزامي للتعليم، مشيرا إلى ازدياد المشاركة في التعليم بنسبة 10% هذا العام والطالبات بنسبة 3% مقارنة مع العام السابق. وذكر بأن فتح مدرسة ثانوية بالمديرية شجع الطلاب لمواصلة التعليم إضافة إلى تعليم الآباء عبر برنامج تعليم الكبار. هذا وتوجد في مديرية وسط دنكاليا 15 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.
دعا مدير مديرية جندع سيد عمر يحيى الحاج لتضافر جهود السكان وجهات الحراسة في برامج التنمية عامة وتنمية المحميات بصفة خاصة. وقال لدى لقائه المؤسسات الحكومية الناشطة في المديرية أن العمل الجاري على المستوى المجتمعي لبناء وصيانة المدرجات والحواجز المائية بهدف حماية التربة وحفظ المياه يحقق نتائج مرضية، داعيا الاهتمام بتنسيق القدرات لنتائج أكبر. وأشار إلى وجود برنامج لصيانة الحواجز المائية بالدعم الآلي للاستفادة المثلى من السيول المنحدرة من المرتفعات وتجري التفاهمات مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك. وناشد الاجتماع للسماح بمناطق رعي في جميع الضواحي. تم إحياء اليوم العالمي لمرض التوحد في مناسبة جرت بأرض المعارض الإكسبو في 2 أبريل تحت شعار لنقوي المرأة المصابة بمتلازمة داون. وقال رئيس جمعية الإعاقة الذهنية والجسدية المقدم برهان بحرتين في المناسبة إن إحياء المناسبة تذكيرا لعموم المجتمع ويوم لتجديد العهد، وشكر باسم الجمعية كافة المساهمين لتكون يوم المساعدة والعناية. وأوضح ممثل مكتب وزارة التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ سرطو تخلاي عن استمرار تعاون المكتب لإنجاح الأنشطة الطلابية وأولياء الأمور والمعلمين. وشهدت المناسبة مختلف الأنشطة التنويرية والفعاليات الفنية بشأن مرض التوحد. ويحتفل باليوم العالمي لمرض التوحد للمرة 12 على المستوى العالمي والمرة 8 على المستوى الوطني. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، أعلنت الأمم المتحدة مقتل عنصر من قوات حفظ السلام وإصابة 11 آخرين في تبادل لإطلاق النار خلال هجوم قامت به ميليشيا مسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجارك إن الهجوم وقع في قاعدة مؤقتة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمنطقة تقع على بعد حوالي 60 ميلا شمال شرقي مدينة بامباري بوسط إفريقيا الوسطى. وأوضح دوجار أن بعثة الأمم المتحدة عثرت مؤخرا على جثث 21 مدنيا من بينهم 4 نساء و4 أطفال في إفريقيا الوسطى. وذكر البيان أن معركة بالأسلحة النارية أعقبت الهجوم واستمرت لساعات وقتل فيها 22 من أفراد الميليشيا. وتجد مهمة حفظ السلام الدولية قوامها 12 ألف جندي صعوبة في استعادة النظام بالمناطق الريفية التي يكثر تعرض المدنيين فيها للهجمات. بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة لتركيا تستمر يومين، يطلق خلالها رسميا مع مضيفه رجب طيب أردوغان بناء مفاعل نووي قبل أن يجريا محادثات مهمة حول سوريا. وشهد الرئيسان التركي والروسي التدشين الرسمي لتشييد أول محطة كهرباء نووية تركية ليبدأ بناء محطة أوكيو التي تكلف 20 مليار دولار وتقام في محافظة مارسين بجنوب البلاد. وتتولى مؤسسة الطاقة النووية الحكومية الروسية روس أوتوم بناء المحطة التي ستتكون من 4 وحدات قدرة الواحدة 1200 ميجاوات. وزيارة بوتين هي الأولى التي يقوم بها للخارج منذ إعادة انتخابه لولاية رابعة في 18 من مارس، يلتقي خلالها بأردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني لعقد اجتماع بشأن سوريا. أعربت الصين اليوم الأربعاء عن إدانتها الشديدة للقائمة التي نشرتها الولايات المتحدة وحددت فيها واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار سنويا. تعتزم الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية عليها محذرة من أن بكين مستعدة لفرض إجراءات انتقامية على الصادرات الأمريكية. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الصين تدين بشدة وتعارض بقوة مقترحات الرسوم الجمركية الأمريكية، وهي مستعدة لفرض إجراءات مماثلة على المدينة
المنتجات الأمريكية، وكانت واشنطن قد نشرت قائمة بمنتجات صينية تستورد منها الولايات المتحدة سنويا ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا، وتعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عليها ردا على ما تقوم به بكين من نقل بالقوة للتكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية. وأكد الممثل التجاري الأمريكي إن قائمة الواردات تشمل 1300 خط إنتاج في مجالات الطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والروبوتات والماكينات. اجتمع شمل عائلة صينية مع ابنتها بعد 24 عاما من بحث أبيها عنها، واتبع والدة الفتاة طرائق بحث مختلفة بإصرار منقطع النظير ودون كلل، كان آخرها أن عمل كسائق سيارة أو سائق سيارة أجرة في مدينة تشونغ دو على أمل أن يصدف أن تستقل ابنته سيارته في يوم من الأيام. وكانت الابنة قد اختفت حين كانت تبلغ من العمر 3 سنوات فقط، وقد أمضي سنوات في البحث عنها في المدينة والمناطق المحيطة بها، ونشروا إعلانات في الصحف ونداءات على الإنترنت، ولم يبرح الزوجان مدينة تشونغ دو على الإطلاق على أمل أن تعود إليهما. والتقت أخيرا الفتاة بأبيها في تشونغ دو، وقد انتشرت القصة المذهلة في كافة أرجاء الصين، واحتفل كثيرون بلم شمل العائلة. وقالت تقارير إعلامية صينية إن الفتاة قد نشأت في بلدة قريبة تبعد 20 كيلومترا فقط عن مكان إقامة والديها، لكنها لم تتذكر أي تفاصيل عن كيفية انفصالها عنهما. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.